سعيد عبد الحفيظ، برحب بيك في البدايه كابتننا الكبار كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن ماهر همام، كابتن اسامه حسني، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي اينما كنتم. الاهلي على موعد اليوم في بطوله كاس زايد للانديه الابطال دور ال 16، الاهلي والوصل الاماراتي على استاد برج العرب في الساعه 8 مساء كالعاده. طبعا تمنياتنا بكل التوفيق لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله النهارده تكون اداء ونتيجه بروفة اخيره. يمكن طبعا هي مباراه في بطوله هامه وبطوله قويه وثالث اغلى بطوله على مستوى العالم، لكن بروفة اخيره وقويه ان شاء الله لمباراه الاهلي والترجي اللي كلنا امل كبير جدا في فريق النادي الاهلي، ان شاء الله تكون البطوله التاسعه من نصيب النادي الاهلي. كالعاده كابتن سيد بنحط كل جمهورنا وكل مشاهدينا في اخر اخبار وكواليس فريق النادي الاهلي سواء في فندق الاقامه وايضا كمان في ملعب المباراه. احنا طبعا بالنسبه لفندق الاقامه الامور يمكن ماشيه بشكل طيب بالنسبه لفريق النادي الاهلي. مستر باتريس كابتن محمد يوسف حاله السيطره الكبيره والشديده اللي احنا بناكد عليها في كل رسائلنا في المباريات الماضيه في البطوله الافريقيه في البطوله العربيه مستمره حتى هذه اللحظه. النهارده كمان كالعاده كابتن سيد هنشوف عدد كبير من اللاعبين، هيكون النهارده هيكون مستر باتريس كارتيرون تدوير كثير النهارده لبعض اللاعبين لفريق النادي الاهلي. النهارده هنشوف لعيبه بتريح، كمان عندنا اصابات، لعيبه بترجع كابتن سيد ولعيبه كمان بتتصاب في كل مباراه، لكن يمكن زي ما قلنا قبل كده ده قدر النادي الاهلي. كل لعيب لابد يكون مركز بشكل كبير جدا، الفرصه جايه سواء في هذه المباراه او في هذه البطوله او في اي مباراه اخرى. لو بتكلم كمان على قائمه فريق النادي الاهلي اللي ضمت 22 لاعب على راسهم شريف اكرامي والشناوي وعلي لطفي، احمد فتحي، سليف كولوبالي، سعد سمير، احمد علاء، ايمن اشرف، صبري الرحيل، محمد هاني، كريم ندفد، هشام محمد، حسام عاشور، عمرو السوليه، احمد الشيخ، احمد حمودي ومحمد شريف، وليد سليمان، ميدو جابر، صلاح محسن، ومروان محسن، ووليد ازارو. يمكن الوجه الابرز والجديد طبعا على قائمه النادي الاهلي في البطوله العربيه وهو احمد علاء مدافع فريق النادي الاهلي. طبعا زي ما احنا عارفين تم قيده خلال الايام الماضيه كاخر ورقه في قائمه البطوله العربيه. بنتمنى النهارده ان شاء الله كل اللعيبه تكون موفقه، سواء احمد علاء النهارده خد فرصه او اي لعيب ما بيشاركش خلال المباريات الماضيه يكون النهارده مشارك، يكون التوفيق حليفه. النهارده بنتمنى تكون اداء ونتيجه تسعد فريق النادي الاهلي وتسعد كمان الجهاز الفني، اعضاء النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي. كالعاده طبعا في فندق الاقامه بيكون في وجبه عشاء معتاده. كل التحيه ليك كابتن سيد عبد الحفيظ كابتننا الكبار. ثاني شكرا كريم، يعني شكرا جزيلا كريم احمد من الاوتيل اللي بيكون فيه النادي الاهلي ومباراه الوصل.